السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. بعض الأوجاع ضريبة لاهتمامك المفرط، وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع مارلو الأم المطحونة اللي بتكون حامل في طفلها الثالث، وعندها سارة وجون المصاب بمرض اضطرابي، وبتعالجه بطريقة شافتها على النت، وهي إنها تمشي على جسمه فرشة بتخليه هادي وبيعرف يتعامل مع اللي حواليه بدون انفعال. ولما بتطلع علشان ترتاح بعد تعب يوم طويل مع أولادها، بتقعد تتكلم مع درو زوجها وبتسأله لو جاب جهاز الاستنشاء لسارة بنتهم، وبعدها بتفكروا بأنهم معزومين على العشاء عند أخوها كريج، فبيقول لها أنها زيارة تقيلة بالنسبة له، وبيبقى واضح جداً أنه بيكره أخوها، فبتقول له أن أخوها طباعه صعبة فعلاً، وأنه أكيد عايزهم يزوروه علشان يوريهم عربيته الفخمة اللي لسه مشتريها جديد. وتاني يوم الصبح مارلو بتلبس أولادها علشان توصلهم للمدرسة، وبيبقى واضح المجهود اللي بتبذله معاهم. وفي العربية بيفضل جون يصرخ ويخبط برجله في الكرسي، وبيصمم إن مامته تركن العربية في مكان هو اللي اختاره، وبتاخدهم وبتطلع المدرسة وهي متأخرة، وبتروح تقابل المديرة، وهناك المديرة بتقول لها إن جون ابنها متأخر دراسياً، وبيعمل تصرفات عنيفة مع زمايله ومع المدرسين، وإنها ملاحظة وجود اضطراب عنده، وبتنصحها تجيب له مساعد إضافي في البيت علشان يساعده على دعمه وتقدم مستواه. فبتوعدها مارلو إنها هتحاول، لكنها بتكون عارفة من جواها إن الموضوع هيكون صعب تحقيقه بسبب ظروفهم المادية والمحدودة. وبعد المدرسة بتروح مارلو أسرتها لزيارة أخوها الغني، وهناك أخوها كريج وزوجته إيليز بيفضلوا يتفخروا بالكلب بتاعهم وبالخدامة وبمقتنيات البيت الغالية، وبيكون جو القعدة مش لطيف بالنسبة لهم، وبيطلب كريج يتكلم مع أخته على انفراد، وبيقول لها إن هدية المولود المرة دي هتكون مفاجأة بالنسبة لها، فبتطلب منه يديها فلوس كهدية للمولود لأنها في أشد الحاجة ليها، لكنه بيقول لها إنه هيجيب لها مربية ليلية علشان تساعدها بعد الولادة، وما بتكونش مارلو عاجبها الفكرة، فبيقنعها كريج إنها هتشيل عنها كتير جدا وهتقلل من الإجهاد اللي هتعيشه طول اليوم، وبيديها كارت عليه اسمها ورقمها. ولما بتروح لزوجها درو بتقوله على المربية اللي قالها عليها أخوها، فبتلاقيه مرحب بالفكرة، وبيقنعها إنها هتساعدها فعلا لما تكون صاحية طول الليل وهتعتني معاها بالمولود. بس مارلو بيكون عندها تخيلات إن المربيات بيخطفوا الأطفال وبيقتلوا أمهاتهم، وبتعدي الأيام وبتولد مارلو بنت جميلة، وبيروح أخوها كريج وزوجته يزوروها في المستشفى، وبيعتذروا إنهم هيمشوا بسرعة لأنهم رايحين يحضروا حفلة لبنتهم هتشارك فيها. أما درو فبينام وبيتجاهل وجودهم وقت زيارتهم، ولما بيخرج كريج من الغرفة بيشتكي لأليز إن درو بيكرهه، وبترجع مارلو على البيت ومعاها المولودة، وبتبدأ تعيش معاناة حقيقية مع السهر المتواصل والبيت المقلوب وإهمالها لأولادها الاثنين، ده غير الرضاعة وتغيير الحفاضة اللي مش بينتهوا، وبتيجي على نهاية اليوم وبيكون كل جسمها بيألمها من شدة التعب، والصبح بتسيب كل مسؤولياتها وبتروح على مدرسة جون لأنهم استدعوها، وهناك بتعرف منها المديرة إنها ما جابتش لابنها مساعد، وهنا بتعتذر لها المديرة إن وجود جون مش مناسب في مدرستهم، وإنه ممكن يكون وضعه أفضل في مدرسة تانية. فبتزعل مارلو من كلامها، وبتفكرها انها اخت كريج اللي ولاده في المدرسة وبيتبرع لهم بمبالغ كبيرة جدا، وبتلاقي المديرة مصممة على قرارها بخصوص ابنها، فبتنفعل على المديرة لانها حست انها بتطردها من المدرسة وكانت قاسية على الولد في قرارها. ولما بتخرج من المدرسة بتقف تصرخ قدام العربية بسبب الضغط اللي بيزيد عليها، وخاصة ان الطفلة مش بتتوقف عن الصراخ. وبتعدي الايام وبيبدأ يبان على مارلو الاجهاد جدا، ولما زوجها بيجي بالليل من شغله بيلاقيها بتقوله انها هتتصل على المربية الليلية تجيلها، فبيقول لها إن أخوها يتكبر عليهم لأن هو اللي هيدفع لها المرتب. وبالليل بتجيلها المربية تالي، وبتعرف منها إن بنتها اسمها ميا، وبتكون مارلو متفاجئة إن المربية سنها صغير ومهتمة بمظهرها، وشايفة إن صعب عليها تشتغل في مهنة زي دي، فبتقول لها تالي إنها جاية تعتني بيها مش بالطفلة. فبتستغرب مارلو ومش بتكون فاهمة تقصد إيه، وبتقول لها تالي إن الطفل بيتأثر بحالة الأم وبيتعرف على نبرة صوتها ودقات قلبها، فلازم تكون في حالة كويسة علشان الطفل يكون كويس زيها، وبتطلب تالي منها تطلع تنام وتسيب لها مية وهي هتصحيها وقت ما الطفلة تجوع. وبتطلع مارلو فعلا وهي قلقانة ولسه مش متعودة تبعد طفلتها عن حضنها، وبتطلع لزوجها تقوله إن المربية تحت في البيت وإنها غريبة جدا. والصبح بتنزل توصل جون وبيكون في حالة اضطرابية كبيرة جدا، فبتنفعل عليه علشان يهدى. وبعدها درو بيقابل مارلو وبيتمشوا مع بعض، وبيقول لها هو سعيد إن المربية رتبت الدور الأرضي للبيت وشالت منه الكراكيب اللي بقالها 8 سنين موجودة فيه،
وبيكون منبهر بمهاراتها، وهي كمان بتكون مش مصدقة ان في مربية في سنها بالذكاء والشطارة دي، وبتحكي لزوجها ان بقالها مدة طويلة ما نامتش بعمق زي ما نامت امبارح. وبالليل بتجيلها المربية تالي وبتطلب منها تقبل بنتها وبتسيبها ليها، وبتطلع تنام، ولما بيجي ميعاد الرضاعة للطفلة بتطلع تديها لها، وبتفضل تتفرج على علاقة الأم بطفلتها ومدى الحنان الموجود فيها، وبتبدأ مارلو تدردش معاها عن المشاكل اللي بتواجهها مع بنتها سارة والعناد الموجود في شخصيتها، وكمان ابنها جون اللي راحت بيه لتلات دكاترة مختلفين علشان يحددوا عنده ايه ويوصفوا له العلاج الصح، ولحد دلوقتي ما لقتش نتائج مرضية. وهنا تالي بتديها ثقة في نفسها وبتقول لها ان هي أم رائعة، فبتبتسم وبتقول لها إنها كانت رائعة لما كانت بتعمل الحاجات اللي بتحبها وبتحضر مناسبات وحفلات وكانت بتصنع الكب كيك بنفسها في البيت. فبتسألها تالي عن وظيفتها، فبتقول لها إنها شغالة في شركة في قسم الموارد البشرية، وإن دراستها للأدب الإنجليزي ساعدها كتير في شغلها، ولما بتكون عايزة تعرف منها بتحلم بإيه فمش بتلاقي عند مارلو إجابة، وبتفهم إنها عايشة بدون أحلام. وكل يوم بتيجي تالي بتضيف أفكار جديدة لمارلو بتغير فيها كتير، وفي يوم مارلو بتديلها الطفلة علشان تطلع تنام بعد عناء يوم طويل، فبتفكرها تالي بإنها هنا علشان تساعدها في كل حاجة تخصها، فبتستغرب مارلو لأنها عمر ما في حد ساعدها ولا اهتم بحالها. والصبح مارلو بتيجي تاخد ابنها جون توديه المدرسة، فبتلاقي تالي عاملة لها الكب كيك اللي كان نفسها تعمله من بالليل وحطها على الترابيزة، فبتفرح قوي وبتحطه في علبة وبتاخده معاها المدرسة، والولد بيفاجئ زمايله انه جايب لهم كب كيك علشان يودعهم. وبتروح مارلو لمديرة المدرسة وبتعتذر لها انها انفعلت عليها، وانها استوعبت ان ابنها ممكن يكون افضل في مدرسة تانية فعلا. ولما بترجع بيتها بتلاقي درو قاعد يذاكر مع سارة بنته، فبتدخل تطبخ لهم الأكلة اللي بيحبوها، ومن هنا بتبدأ تسترد صحتها وتتحسن حالتها النفسية من تاني. وبعد شوية درو بيلم شنطة لبسه وبيقول لمارلو إنه هيسافر تبع شغله مش هيتأخر في السفر كتير. والصبح مارلو بتاخد جون توديه المدرسة الجديدة وبتحاول تقنعه ما يعملش مشاكل، ولما بيدخل الحمام بيسمع صوت مية عالي فبيخاف وبيخرج يصرخ، فبتفضل مارلو تهديه، وهنا بيظهر شخص وبيتعامل مع جون بشكل لطيف وبيطلب منه يعمل معاه شكل شجرة بجسمه وياخد نفس عميق، فبينبسط جون وبيرجع لحالته الطبيعية، وده بيخلي مارلو تحس ان دي إشارة انها هتكون مدرسة مناسبة لجون. وبتعدي الأيام وبتزيد العلاقة بين مارلو تالي بشكل كويس قوي، لدرجة ان تالي بتهتم بمارلو وبمكياجها، وبترجع مارلو تلعب مع أولادها زي الأول، وبتنزل تلعب رياضة الجري وبتنافس بنت قوامها رشيق كانت بتجري قدامها، وبالليل بتخرج تقعد مع تالي في حديقة البيت، وبتحكي لها عن درو زوجها انه شخص روتيني بيخلص شغله بيرجع يتغدى ويطلع غرفته يلعب بلاي ستيشن وينام، وبتقول لها برغم كل ده لكنها بتحبه، فبيكون رأي تالي ليها ان زوجها محتاج تجديد علشان يرجع يعيش معاها حياة سعيدة زي الاول. وفي حفلة من حفلات الاطفال بتتجمع فيها العيلة، بتروح مارلو ترسم على وشها زي الاطفال وبتقف تغني وهي مندمجة في كلام الاغنية مع بنتها سارة، وبيكون درو واخوها مش مصدقين حالة التغيير اللي وصلت ليها مارلو. وفي أثناء عمل تالي بتدخل البيت وهي متضايقة من ظروف خارجية تعرضت لها، وبتعرض على مارلو يسافروا يوم واحد مع بعض يغيروا فيه مودهم ويرجعوا تاني، وبتقول لها تسيب بنتها ميا جنب باباها وهو هيعتني بيها، وبتقنعها ان ده من حقها انها تاخد اجازة من التزاماتها، وفعلا بتخرج معاها. وفي الطريق تالي بتقول لها ان اكيد تخيلتها في الاول جاية تقتلها، فبتضحك مارلو لان ده حصل فعلا وفكرت في كده. وبيوصلوا الحانة وبتحكي مارلو عن ذكرياتها وهي شابة قبل ما تتجوز درو، وبعد كده بيفضلوا يرقصوا وبيخرجوا طاقتهم السلبية الموجودة عندهم. وبعد ما يومهم بيخلص تالي بتفاجئ مارلو انها مش هتروح لها تاني، وانها جايبها هنا علشان تبلغها لان ما كانتش حابة تعرفها بقرارها جوه بيتها، فبتسألها مارلو عن سبب استقالتها، فبترفض تالي تقول عليها، وبتخرج مارلو برا الحانة وهي متعصبة، فبتروح وراها تالي لانها خايفة عليها. وهنا مارلو بتسألها تاني يمكن ترد عليها بإجابة مقنعة، وليها تسيبها بعد ما تعودت عليها وغيرت من حياتها للأحسن، فبتقول لها إنها كانت مرحلة انتقالية وعدت وهي وراها مسؤوليات وأعمال تانية غيرها، فبتركب مارلو دراجة وبتمشي بيها بأقصى سرعتها، فبتركب تالي دراجة تانية وبتحاول تلحقها، ولما بتوافق إنها تنزل تكلمها بتلاقيها مزودة في الشرب، فبتاخدها على العربية علشان يرجعوا للبيت، وبتسوق مارلو الطريق بيها وبتقول لها إنها مش عارفة هتعمل إيه من غيرها، فبتوضح لها تالي إنها هتتأقلم على الحياة من غيرها وهتمارس حياتها بشكل طبيعي وهتهتم بزوجها وأولادها التلاتة، ولأنهم شاربين كتير تالي بتنام،
وبعدها مارلو كمان بتغفل وهي سيئة وبتقلق على صوت عربية قدامها، فبتحاول تتفاداها فبتفقد السيطرة على العربية وبتنزل بيهم من على الكوبري في النهر، لكن بيتم إنقاذهم وبيتنقلوا للمستشفى. وهنا الدكتورة بتطلب تتكلم مع درول زوجها وبتسأله إن كانت زوجته بتعاني من مرض عقلي، فبيقول لها لا، لكنها كانت مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وإنها لما جابت مربية ليلية حالتها النفسية رجعت لطبيعتها. فبتقول للدكتورة إن زوجته وقت الحادث كانت مجهدة وما نامتش لمدة طويلة، لكن درو ما بيكونش عارف السبب لأنه ما يعرفش هي كانت فين، لا هي ولا المربية. وبيوصل أخوها كريج يطمن عليها، وبعد كده بتظهر تالي وبتكون كويسة. أما مارلو فبتفوق وبيكون باين عليها التعب بسبب الإصابات اللي تعرضت ليها وقت الحادث، وبتدخل تتكلم معاها وبيكونوا ممتنين لربنا إنه نجاهم. وساعتها مارلو بتسألها ليه هي أكتر حكمة منها على الرغم من إنها أكبر في السن، فبتقول لها تالي إنها بتحب تتأمل المواقف والأشياء وده اللي وصلها لكده، وقبل ما بتمشي تالي بتتمنى لها تعيش حياة مستقرة تعرف تديرها بنفسها. وبعدها زوجها بيدخل يتكلم معاها وبيعتذر لها إن كان انشغل عنها بشغله وبالاهتمام بمستقبل أولاده، ونسى إنها محتاجة منه دعم علشان تقدر تكمل في مسؤولياتها اليومية، وبيأكد لها إنه بيحبها وبيحب أسرته كلها، فبتطلب منه ما يلومش نفسه وإنها بتحبه وبتحب أسرتهم جداً. وبيرجعوا على بيتهم، وهناك درو بيشيل بنتهم لما بيكون عنده وقت فاضي علشان مارلو تطلع ترتاح. وبالليل مارلو بتمشي بعكاز طبي يساعدها على المشي لحد ما تتعافى، وبتروح لابنها جون تمشي على جسمه بالفرشة، لكن جون مصمم المرة دي إنها ما تعالجوش بيها، وبيطلب منها ما تبعدش عنه تاني وهو هيكون كويس، فبتحضنه. وساعتها بتدرك قيمتها في حياة كل فرد في أسرتها، وبيبقى واضح إن حياة مارلو تأثرت جداً بأسلوب حياة تالي. ولما بتيجي تجهز وجبة الغداء بتحط في ودنها السماعات وبتسمع أغنية علشان تخليها في حالة انسجام وهي بتأدي مهامها، ودرو بيدخل يساعدها وهم بيحضروا الغداء وبيسمع معاها الأغنية، وبنفهم إن كل شخص فيهم فهم واجباته ودوره تجاه أسرته، بجانب إن مارلو إدت لنفسها حقها وكمان صحتها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.